معلش يعني سؤالي غريب شوية، واعذروني لأن أحتفظ بالدروس. على مهلك. أنا كنت متزوج زوجة عاشت معايا 48 سنة وشهرين تقريبا. تمام. مثال الأخلاق لم يحدث بيننا وبين بعض أي شيء إطلاق باللي بنسمعه في التلفزيون. بعد وفاتها بقالها 11 شهر ونص تقريبا أبكي يومي، أبكي في صلاتي في دعائي لها في 34 سجدة أدعو لها كثيرا مع بكي، وأبكي في قراءة القرآن، وأبكي في دعواتي بعد قراءة القرآن. سؤالي، هل بكائي وبكائي هذا يؤثر عليها؟